أعلنت وكالة فيتش دولية للتصنيف لائتماني تراجع تصنيف 14 مصرفا تركيا مع نظرة مستقبلية سلبية، ذلك بعد نحو أسبوع من تخفيضها التصنيف الائتماني لتركيا. وغرقت تركيا في أزمة مالية بعد سنوات من التدهور. انهارت قيمة الليرة التركية على خلفية توترات مع الولايات المتحدة الأمريكية وشكوك إزاء السياسة الاقتصادية التي يعتمدها أردوغان.